two automatic qualifications. هدف عودة الروح يزن النعيمات. هدف يدعى يزن النعيمات. يمين أمامية عكسية واصلة يزن. حماد مشى تمام تصويبة تاني نعيمو. لا 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 يزن 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 وزنه ذهب. هدف من ذهب. تسلم من ذهب. يزن النعيمات. يزن النعيمات. Jordan looking for a second. It's a shot from off the surface and past the keeper. الأخيرة وكرة للأهلي. يزن 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 يزن. Good work on the left-hand side. Yadzan with the back. A full strike. كرة لكيم ونغوان لكن التمريرة خاطئة. يزن نعيمات يزن يتقدم يرسل كرة. الله العبيد. He's got the pace to beat the defenders. Can he keep his cool in front of goal? Stoppage time. And you know what? They're good value for the lead. أمام منطقة الجزاء خطيرة قائمة خطيرة قائمة للرايا. ما فيها رايا. الله 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 عليك الله عليك يا يزن. سيغفر لك ما مضى بما هو أمامهم الآن. اللحظة الأخيرة. يا يلا يا يزن. كانت هي يزن ذكي لماح. Finish the first half on the attack. خطورة قائمة. دراكسلر يمر الكرة خطيرة. العاصم هو النادي الأهلي لكن عانق عن نعيمات. الله على هروب من يزن والله على وضع الكرة من يزن. يا جمال يزن ويا جمال النعيمات. يعطيك انطباع للذهاب بعيدا. حتى مدبو بيسيطر على كرته. خطأ 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 في هذا المكان في المنطقة المحظورة. يدعى يزن النعيمات خطف هذه الكرة وراوغ الحارس. خطيرة داخل منطقة الجزاء. جول أول يزن النعيمات يفتتح التسجيل لمصلحة النشامة. Yadzan makes the run and he squares it to Almari. Football just cutting apart Malaysia's defense. غاية هذه لدينا كرة يزن عماد في الجهة اليمنى الأردن اليمنى وضعها في الزاوية اليمنى على حارس الأهداف نعيم السليتي في بطولة الدوري يحاول بمر الكرة. الله المرمى أمام المرمى لينجح النادي. The goalkeeper was quick enough to get down to it and Jordan are growing into it. جاء في الدقيقة 80. يلا يا يزن تاريخي يا يزن يا يزن. قنواتكم قنوات الكاس نعم يا نعم يا نعم. يلا يزن العماد يزن العماد يزن يهيئ الكرة وصل منتخبنا. يزن العماد يهيئ الكرة على قدم موسى التعمري. تقدم على المنتخب الصربي بهدفين مقابل هدف رائع عن طريق موسى التعمري. هنا عملية الشد هنا عملية المس وبعد ذلك تمريرة الكرة أردنية بكل إتقان النزار. وين الدفاع وين يزن النعيمات. يزن النعيمات الثاني العودة مرة أخرى بيسجل الثاني للنادي الأهلي في هذه المباراة. Brings it down well and Matthew Davis في هذه اللعبة. الكرة العرضية الرأسية. أبو حشيش يلعب الكرة العرضية وهنا في عند الآن هذه كرة تقدم إحسان ويزن النعيمات سارة هدف في 93 هدف ليزن النعيمات. يزن الكرة الفريق اللي الآن محاولة يزن الخطوة الأردنية قائمة. يزن النعيمات يزن بالتسديد أنا يزن الكرة عكسية بعد ذلك هدمي أنا الكبير ثلاثة
في هذه المحاولة أصبحوا خمسة. سدد تعبري موسى خطيرة داخل منطقة الجزاء. على هذه اللقطة خطيرة شوت سفيان وبعد ذلك الدفاع. الفرصة منتخبنا بداية العرب was there to finish. عماد الله عليك يا ولد.